الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، ومما نتواصى به ونتذاكر في شأن الأمانة ما يتعلق بالحياة الزوجية شروعا ابتداء عند الخطبة وعند العقد وعند التعايش وبعد العقد وعند حصول ما يستلزم أو يوجب أو يحتاج إليه من الفرقة ونحو ذلك. فمثلاً مما ينبغي على المؤمن أن يتأدب به في حال الخطبة، خطبة النساء، أن يراعي الأصول الشرعية المتعلقة بالأمانة. مثلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، وهذا بالضوابط الشرعية، ألا تكون خلوة، وأن يقتصر على القدر المحتاج إليه. فمثلا قال المغيرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي خرجه بعض أهل السنن بسند صحيح، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتها أو أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم أو يؤدم بينكما. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه: فذهبت فأخبرت، فجئت أبويها فأخبرتهما فلم يبادرا بالجواب، فسمعت البنت الجارية من خلف الخباء وسمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انظر منها، انظر إليها. فقالت: أحرجك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ألا ترى مني شيئا، وقد كشفت الخباء، يعني الساتر بينها في مكانها كشفته، قالت هذا. قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك فانظر. قال: فنظرت فرأيت ما أعجبني فيها، وكانت، قال بعد ذلك: وكانت خير امرأة تزوجتها، وقد تزوجت عددا من النساء، كانت أبرك زيجة. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي خرجه أبو داود بسند صحيح قال: لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرخص ويأمر برؤية المخطوبة قال: فتخبأت فاختبأت لها، يعني هذه الجارية، المرأة البنت التي أراد أن يتزوجها، أراد أن يخطبها، قال: فاختبأت لها، يعني ترصد لها في مكان في غير ريبة، ويراعى إذا كانت البيئة ما فيها اتهامات. قال: فنظرت إليها ما دعاني إلى خطبتها. وهنا مسائل كثيرة في الأدب في هذا والضوابط الشرعية، ليس هذا مجالنا. مجالنا لو أنه مثلا رأى ولم يقدر له، استخار ولم يرغب فيها مثلا، فله ذلك، لكن لا بد أن تكون هذه الرؤية في آخر الأمر، يعني إذا عزم على وكان جادا في النكاح وعرف المعلومات كما نقول، عرف الأحوال وكل شيء مناسب وليس هناك أي مانع، ما بقي إلا الرؤية في آخر المطاف. لا يبدأ بالرؤية ثم يسأل بعد ذلك عن كيت وكيت وعن الأحوال وعن، فيسأل أولا عن كل شيء. فإذا ما بقي إلا الرؤية فله حق يستأذن من أهلها
وإن تيسر في غير ريبة أن يرى منها في حدود المعتاد من غير خلوة، وهذا يرتب له بين الأخ الأخت الأهل وكذا بطريقة في يمكن بشيء معين بضوابط وبحدود ونحو ذلك، ويجوز له أن يرى في القول الراجح من أقوال أهل العلم فيما رجحه المحققون أن يرى منها رأسها، وما جرت العادة أن يخرج يعني وجهها ورأسها، وما جرت العادة أن يخرج من اليدين وأطراف أو القدمين أسفل أطراف القدمين ونحو ذلك مما جرت العادة به، بدليل الحديث الأول حديث جابر أنها خرجت فلا تخرج بالعادة متعرية جدا ونحو ذلك، ولا متكحلة ومتطيبة وعليها مساحيق وكذا. على كل حال لو أنه بدا له ولم يجد الرغبة حاول، فإنه مؤتمن هنا ألا ينشر شيئا ولا يذكر شيئا، وأن لا ينسى الفضل أيضا في هذه الجزئية، وإن كانت آية ولا تنسوا الفضل بينكم جاءت في العلاقة الزوجية، وإذا ما طلق قبل الدخول ونحو ذلك أن لا ينسى أحدهما الفضل بينهم. فهناك أمور تتأكد الأمانة في حقه، أن يحفظ الأمانة وأن لا يتحدث في المجالس ويقول كذا ورأيت ونظرت ثم لم تصلح لي، هذا ليس مجالا للحديث وليس مجالا لأن ينشر ويصف. وأيضا أيها الإخوة في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الأمانة أو إن من الأمانة أن يتحدث، أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها. المراد بأن من عظم الأمانة أو من الأمانة يعني أن الخيانة في هذا أن يفعل الرجل هذا، يعني أن يتحدث بما كان بينه وبين زوجته في الأمور الخاصة، وهذا يفعله بعض الحمقى وإن كانوا قليلين، ولا يقصد يعني إرادة السوء وإنما للإضحاك ونحو ذلك في خاصة معارفه، لكن هذا أمر قبيح لا ينبغي ولا يجوز أن يكون، حتى لو كان عند خاصة خاصته ولا حتى الأبوين في غير ما ضرورة ولا حاجة. فهذه من الأمور التي تكون بين الزوجين. ومن ذلك أيها الإخوة إذا لم يقدر، أما الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية فمبناها على الأمانة والصدق والإخلاص والمحبة ومراعاة أمر الله، فلا يتحدث مثلا أمام أهله عند أهله بما يخص امرأته وبما بأسرارها، فليس من حقه ولا يجوز له أن ينشر سرها ويتعلل يقول عند أهلي وهم غير محتاجين ولا مضطرين إلى هذا الأمر، فهذا لا يتنافى مع تقدير الأهل والوالدين والإخوان والأخوات، لكن للمرأة حق وللحياة الزوجية أمانة وخصوصية وأسرار. وأيضا أيها الإخوة يفعل بعض الناس أنه إذا ما سئل مثلا عن بعض أموره الخاصة ربما تكلم في الجانب الذي يخص امرأته، إن كنت مثلا ترتاح لمن تحدثه فيما يخصك في خاصة نفسك فأمر إليك، لكن أن يتعدى هذا إلى أن تتعرض لما يخص زوجتك مثلا فهذا ليس من حقك ولا يجوز أن تنشر سرا لها. وأيضا من الأمانة في هذا أيها الإخوة أن إذا لم يقدر الله استمرارا للحياة الزوجية فوقع الطلاق، فهنا نستفيد من قول الله جل شأنه ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني أولا أن يتسامح الطرفان وأن تكون الفرقة بإحسان، يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يلزم من الطلاق أن تكون عداوة وخصومة وطرد كما كان يعني يشاهد في الأفلام والمسلسلات وكذا مما يراه الناس أنه لا يكون طلاق إلا بالسب واللعان والطرد، يعني بعض الناس من يعني سذاجته وحماقته أنه يلازم بين هذين الأمرين، لا يطلق إلا فيه وهو مغضب ويطرد
وهذا من أقبح الأشياء، أن يطلق الرجل زوجته ثم يطردها، ليس من حقه، يبقيها في البيت والله أمرها أن تبقى. وليس هذا موضوعنا، وإنما جانب الأمانة المتعلق بأن لا ينسى أحدهما الفضل، وأن يتسامح، ويدخل في هذا المعنى العام أيضا أن يحفظ. والله جل شأنه قال: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ. وأيضا لو طلق ومضى الأمر وجاءه من يسأله، وهذا يقع كثيرا، أراد رجل أن يتزوج هذه المطلقة بعد انقضاء العدة طبعا، فأراد أن يتزوجها، فيأتي يسأل هذا الزوج، يسأل أولا لا يسأل هذا الزوج إلا إذا تعين السؤال عنده، إذا وجد الجواب من جهات أخرى فليكتفي، لكن أن يتعمد لو اضطر مثلا، اضطر في حالات معينة أن يسأل هذا الزوج، فيجب على هذا الزوج أن يكون أمينا ولا يذكر إلا الشيء الذي لا بد منه للضرورة الذي يتعلق به هو، ولا يسرد ويفتح الباب لأخطاء ماضية لا علاقة لها بهذا، ولا يسلم منها أحد، وإنما يتكلم عن شيء. مثلا لو كان بها عيب داخلي لا يمكن أن يسكت عنه، فهو يقول له لهذا الخاطب: هل قالوا لك فيها عيب أو شيء؟ فإن ذكر أنهم قالوا لا يكتفي بهذا، فإن لم يذكر يقول: اسأل، اسأل لعل هناك شيء أو كذا، فلا يذكر أشياء، لأنه قد يأتي شخص يسأله ليس بجاد في السؤال ربما، ولو كان جادا فقد يأخذ هذا الأمر، أو هو يوعز لأهل المرأة، يعني أن أخبروا وينصح بالطريقة أو يوعز لهم ونحو ذلك، مما لا يوقعهم في الحرج من باب النصيحة. لكن أن يكون الرجل يذكر ما دار بينه وبين المرأة، ويذكر وينشر أسرار المرأة، وبخاصة إذا ما كان بينهما خصام، فهذا مما لا يليق ومما يتنافى مع الأمانة. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.